هات الغيار الشديد يا ابو حمص. يا كاسر كل سليم يا محمد. هات يا جمايل وعد للمايل يا رب يا رب وقول يا رب قول يا رب. الله اكبر عليكم. عجبي عليك يا زمان يا ابو الف حال قلاب، الضحكه فيك بالثمن وكل شيء بحساب. وهبدأ كلام الزين وهوحد الواحد. قول يا رب. لو وسط لمة جيش يكفيك جدع واحد، القلم لما اتبرى كتب الكلام في صميم، هضرب عيار في الهوى والفهم للفهيم. اسمع يا غاوي السمع، في كلام لازم يتقال، في ناس تجيبك ورا وفي ناس تجيب قدام، وفي ناس شورتها المرة وفي ناس شورتها رجال، وابن الرجال يسمعني سقف يا جدعان. صحابنا اللي مشونا علشان مصالح او كيوف، في الوهم يعشمونا من غدرهم ما بقتش اشوف. بنعلف نصر خاص ويا ويلي من اللي في قلبهم، يجرح في الظهر لكن والوش معروف بالخروف. عالى ابو حمص. لميتهم جنبك على القهوة، مش معنى كده انك تملوا الجيش. اصحابه وبتقلب على سهوة علشان لميتهم كتل حشيش. في حشيش في لمة؟ مفيش حشيش مفيش لمة. مش حبوك دول، حبوا الشهوة. إذا كان علوها على أكل العيش، اسمع مني دول أولاد وحشة ومفيش أصحاب على الأرض. مفيش صاحبك اللي جنبك راجل سقف له. وألطرس الحمصاني بيقول شقلاشة وعب سلام. هتصيح على مين يا فلنة؟ عالدغرة انا شايفك الا كلها عارفة انك فلة، ما تعيش في درج وتسلة. ولو بتدور مرش اولاد البلاصي حتدورك منافلة. اسمع سافة لاولاد البلاصي اصحاب حظ النهاردة. اللي عجبه الكلام ده يسمعني سافة لشقلاشة يا جدعان كده. يا حمص يلا قولي، يا حمص يلا قول. تشكيلة غيارات حول العالم
وفرح كل دول. انت عارف انت تعمل ايه، انا عندك وانت عندي، هتجاملني اكيد هجاملك، وحياة امك تقوم تقف وتفرح. اشوف طب راجل، اشوف طب راجل، اهو اهو. ايه الحظ ده، ايه الحظ ده، حطس اهو بقى ليل ده كلمني ومصطفى واحلى حمو بلجيكا بلجيكا. طب هي الدنيا مالها يا صاحبي، ايه جرالها، تحضر ناس في بالها، ام البلاصم اديلها، يا دنيا مالك بينا، عمالت عندي فينا، عمالت تعلي ناس مهدية دارك لينا، ومحمد عبد السلام هيشغل السرينة، شغل السرينة، شغل السرينة، شغل السرينة، على مين يحافظ؟ ما تشيلش عنه، على مين يحافظ؟ ما تشيلش عنه، على مين يا بيه؟ قطع الغيار، تهوت يحافظ، يعمل سلسال. الله اكبر على فرحة النهارده. ايوه حصاد ثم لحصاد، روق بقى يا جماعه بعد ثم لحصاد ثم يتم الاعلان.